حياتي شو صاير لك هالفترة؟ منك ابدا عبعضك، بطلت شرب للي بعرفه ولا شي حبيبتي، انسى كله بوقته حلو. طيب حياتي تصبح على خير. دخلك حياتي؟ قلبه. بدي اسألك سؤال. شو؟ شو عاد صار معك بالجامعة؟ عم اشتغل على الموضوع ان شاء الله خير. طب دبرت شغله وكيف؟ والله يا حبيبي صرت باعت كذا محل السفر. تنشوف مثل ما الله بيريد. ان شاء الله خير. دخليك ما شفتها لامك اليوم، اشتقت لها وعيني. نزلت عندها صبحية مع رفقاتها ايه شغل شوي. مش بدل عدم البيت. ما بيطولوا بينهم حدا بهالجامعة، شو بدي لحق انا؟ ما تركت محل ما قدمت السيفي فيه ولهلا ما لقيت شغل. فهمنا في بطالة بس بدنا نعيش، شو هيدا ولون؟ فوق ضغط الحياة بيجيك ضغط البيت، وهيدا أنيك مش محمول. أنا بعرف إنه واحد البيت ليرتاح فيه، بس الحمد لله عندي العكس. Thank you.
شربي. انت تأمن قرارك وانت تأمن قدومه وإيد إطاعتك وما تستسلم كلها ليس وضوء وطلعة وما تنسى أنه بعد كل نازلة في طلعة. انت سكوت من وراك انا هون خلاص وما تسمعني صوتك.